صراخ امرأة مغربية على فقدانها فلذت كبدها هي لعندي. توم بريس، سلام الله عليكم. في فيديو جديد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأم مغربية تصرخ بشدة شديدة على فراق فلذة كبدها التي رحلت هي الأخرى جراء الحدث الكارثي الكبير الذي راح على إثره قتلى وكذا جرحى للزلزال العظيم الذي ضرب تركيا والمناطق أجمع أرداهم قتيلا أنحاءها الكاملة، حين غرد الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي كذلك على أنه قضاء الله وقدره وليس بمقدور المخلوق فعل شيء سوى الترحم عليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هاي يا ورشلة، هاي يا ورشلة، هاي يا ورشلة، الكبدة ديالي، قلبي أنا، عقلي أنا، روحي أنا، اول بنت من حياتي هي بنيتي كويره. رانا مشويه على بنيتي وانا بغيت نشم ريحه التراب ديالها، وفي ما دايما نمشي عندها نزورها. هادشي اللي كنطم سيدنا وانا ما عنديش، والجديد جات الله وبيني وبينها جوج طيارات وانا ما عنديش، وكنطلب الله من سيدنا هو يرحمني من عنده يا ربي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.